يلا بدي بإنتاج في المصنع هذا، كيف تسوي الحين؟ في مشكلة، يقول ليش حليها؟ هذه حرارة جوفية، الحين سويتيها ثلاثة أرباع ثلثين، رجعتي ثلث زين، لبعدها طاقة الرياح هذه هذا اللي بينهم، اللي بعدها الحين متى خليت طاقة الرياح لآخر شيء، تنضغط على هاي أصلا. شو سويت؟ أوكي، كبر المصنع الحين بالرياح. هذه طاقة الرياح، بعد اللي بعدها طاقة الشمس، طلعت المرايا. هذا كمل المصنع حقش خلاص، باقي الطاقة النووية، طاقة الغازية يعني امدادات الغاز. اوه هذا الغاز اقوى شيء هو يصير النووية، وتفجرنا. لا ما تفجرنا، سويها من جروب كامل الطاقة النووية. نزلي الطاقات الثانية بشوف. ايوه بس النووية الحين هدوء.